نحن نتابع غارات ونسمع غارات أيضا، وفي نفس الوقت لا ندري ماذا يحدث. لكن إذا كان هناك شيء تريد أن تبلغنا عنه في مستشفى الشفاء، لو وصلتك إصابات خلينا نبدأ بالجرح أولا ثم أسألك عما يحدث من غارات أو تحركات برية إسرائيلية. نعم، يعني أولا هذا المستشفى هو مستشفى الشفاء الذي أنا أقف أمامه بالفعل، يعني لا يتوقف عن استقبال الجرحى والمصابين وأيضا الضحايا والذين يعني يتوالون، يعني تكاد في كل دقيقة تأتي يعني إما سيارة خاصة أو مركبة إسعاف أو مركبة تابعة للدفاع المدني أو حتى يعني بعض الدواب عزكم الله من حصن وغيرها تجرها عربات تأتي أيضا محملة بالضحايا وأيضا المصابين هنا إلى هذا المستشفى، مستشفى الشفاء يعني إلى الغرب من مدينة غزة. هذا يشير إلى حجم الكارثة أيضا التي يعني حلت بالمواطنين وأيضا بالقطاع الطبي هنا في القطاع، وأيضا خصوصا الإسعافات، حيث أن محطة الإسعاف الرئيسية الواقعة في تل الهوى هي خرجت عن الخدمة منذ يومين نتيجة نفاد يعني الوقود اللازم لتشغيل هذه المركبات أو مركبات الإسعاف. لذلك المواطنون بما يتوفر لديهم من وسائل نقل يأتون بالضحايا وأيضا بالجرحى إلى هذا المستشفى الذي يعاني من أوضاع يعني مزرية وصعبة للغاية نتيجة يعني النقص وأيضا الشلل الذي تحياه هذه المستشفيات، وخصوصا مستشفى الشفاء الذي يعد أكبر المستشفيات هنا والذي تصل إليه الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين وأيضا من الضحايا. طب خضر، ماذا يحدث؟ إحنا كنا نتكلم عن بيت لهيا، بيت حنون، هناك تكثيف ومواجهات عنيفة من قبل مقاتل الفصائل مع الجيش الإسرائيلي، وهناك تكبيد لخسائر يصلها أو يعلن عنها الإسرائيليون تباعا يعني، وبالتالي ما الذي يصلك من هذه التحركات؟ نعم بالفعل، يعني لعلك تستمع والمشاهد أيضا يستمع إلى أصوات الانفجارات الضخمة وأيضا الصليجات من الرصاصة سواء التي تطلقها المروحيات الإسرائيلية وأيضا الغارات التي تطلقها المقاتلات الإسرائيلية أو حتى القذائف من قبل الدبابات وأيضا من قبل الزوارق البحرية الإسرائيلية. أيضا يترافق مع ذلك انفجارات ناجمة عن تصدي الفصائل الفلسطينية المسلحة للجيش الإسرائيلي المتوغل خصوصا في المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة وأيضا الجنوبية الشرقية من مدينة غزة وأيضا في المناطق الشمالية أو أقصى شمال شرق قطاع غزة وتحديدا شرق بيت لاهيا وأيضا شرق بيت حنون. هذه المناطق هي مصدر عمليات الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات وأيضا منذ ساعات الأمس، وهذا التوغل يواجه يعني بقوة عنيفة وشديدة من قبل الفصائل الفلسطينية وخصوصا من كتائب القسام وأيضا من سرايا القدس، والتي بين الفينة والأخرى تطلع تصريحات تقول إنها يعني تواجه هذه القوات الإسرائيلية إما بالمسيرات الانتحارية أو بالعبوات الناسفة أو أيضا بالقذائف سواء قذائف الهاون أو قذائف الأربجي تواجه بها الجيش الإسرائيلي وآلاته ودباباته المتوغلة في أكثر من محور هنا في المناطق سواء مدينة غزة أو شمال القطاع. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.